Si, s'il te plaît. قبل ما نروح المعبد الأساسي هنروح المعبد القديم بتاع رمسيس. البقايا بتاعت معبد رمسيس الثاني، وعلى فكرة في أقدم من رمسيس الثاني باني في المنطقة دي؟ باني في المنطقة دي، لأن في بلوكات جوه من عصر تحتمس الرابع. بس هو كله تهدم. تم تهدم معبد. أدي الدليل، أدي اسم رمسيس الرابع وسماعة رمسيس الرابع وأمه تيوي. تمام، اسمها تويا. تويا تويا ام رمسيس الثاني تويا. لسه في رساله عليها كانت. تمام، ادي رمسيس وامه، ادي يعمل اسمها، ادي نفس الكلام اسمها رمسيس الوراح. ايضا ده معبد رمسيس الثاني. هنتمشى بس للبير الغلاسه تقول لو قال لك عادي الحاجات دي، يعني انت ما تتفضلش حضرتك وتروح الدعوه تيجي هنا اخرك المعبد. بدايه المطمور دي بتسيب المعبد، مفيش حاجه اسمها معبد بيجي. يعني هما الكلمتين عن دير المدينه والمقابر. انا جيت مره مع مرشد ما فيش معبد، قال لي بقول له المعبد، قال لي معبد مين يا عم؟ مفيش مع، يعني ايه نادرا ما حد يتكلم. لو جاء زبون مفعفع وقال لك انا عايز البير بالضبط، اقول المعبد مهم يعني. خلي بالك المكان ده برضه بيصنع منه الوان، يعني بحر شويه غربه، يعني بقى شمالا على ايدك، على ايدك الشمال في مكان اسمه وادي الالوان. في فيديو انا شيرته اول امبارح قعدت، اللي هو في الطيب واحمد مرحوم احمد سعيد. تمام، شايف انت اللون الابيض، يعني هنوريك هناك الطفله دي فيها كور زي كور حمراء، لو انت دقيتها عملت بيض زلال البيض بتكتب بيها، بترسم بيها، اديك اللون المحمر. طفله ده هو جير طفله. ده كله ده فده بير. بير دير المدينه اللي هو بيتلقى فيه كتير من الاستراكات، حوالي 40,000 استراك. ايوه في حاله مدمرة، علشان في العصر المسيحي المبكر المصريين عمدوا على تدمير المناظر. الطقسة دي مش معد، دي اسمها السخف، علامة الحقول، يعني خير الأرض. يعني الملك قبل ما هو يدخل المعبد، أنا جاي نقدم خير البلد، نشكر الإله. هو على فكرة الإله مش عايز خير، مش عايز منك حاجة، يعني زي ما أقول لك ربنا مش عايز منك حاجة. هو نفس الكلام الفكر، هو التقديم ما هي إلا عملية رمزية، بيقول لك انا قدمت، انا عملت خير وعملت مجهود وخليت البلد مستقره. نص قبطي. الحته دي ده احد الكهان اسمه او الرهبان اسمه ايزادور. بعض الجرافيتي للصلبان انت وداخل، ادي 1 2 3 4 وهنا على الجنب 5 6 صلبان برضو تلقاهم. نص بادئ بالصلبان في قدم، هو ده شكل راجل كان فرونتال فيو. كمان قبل ما نروح المعبد هنعمل استكشاف للجزء اللي على ايدك الشمال، بيأدي رحله تاريخ المعبد. هنلقى بلوكات من عصور مختلفه. في العصر المسيحي هنلقى مثلا هذا الصليب وبعض الحاجات اللي حصل لها ريسايكل، بعض العلامات اللي بتدلل ان القراءه هنا والكتابه عصر مصر القديم، يعني لغه في عصر الاسره 18 اللي هو اللي هو اللغه في العصر الوسيط. تمام، بعد كده انا مثلا ده يعتبر رقمه كلمة. في بلوكات تحمل اسماء ملوك مختلفه زي تحتمس الرابع، وهي راحت فين ده كل ما عاصر عليه في المكان. نيجي للناحيه الثانيه، ده سقف طبعا سقف مكسور عشان في نجوم. كل الفرانكلين دي انتهت، جمعوها وحطوها.
خدوهم البلوكات على فكرة، جيت خدوهم المخزن. في الأجزاء الخارجية unfinished، المعبد ثلاث مقاصير الأخرينيات مكرسين في النص عمود راع، وعندك ماعت وحطحور. ماعت فيها منظر المحاكمة، وده المعبد يرجع إلى بطليموس الرابع والسادس، وفي التاسع برضه، وفي حاجة اسمها عصر روماني. المعبد ده فيه كونترا تمبل، معبد الكونترا المعبد المضاد في ظهر المعبد، معبد بتاح في كونترا تمبل، معبد خونسو في الكرنك في كونترا تمبل، معبد الكرنك نفسه معبد أمون يواجهه معبد تاني اسمه كونترا تمبل اللي هو اللي هو بتاع رمسيس اثنين وحتشبسوت والجزء اللي ورا الأخمو. هنا في كونترا تمبل هنشوف. المهم الثلاث مقاصير الأولى، بعد كده طالع في مناظر في الصالة المستعرضة، بعد كده الصالة دي ما فيهاش نقوش unfinished، والفساد بتاعت المكان unfinished. دي اتعملت أقدم، يعني أقدم الأجزاء في معبد البطلمي اللي يكون قدس الأقداس والبروبايلون اللي في النص، لو هو مش متشطب يبقى إيه أحدث. أنت هنا اللي هميتك إنك مش هتقدر تبقى طبعا ده دولة أداء الكهان والرهبان اللي كانوا عايشين في المكان، يقول لك أنا فلان الفلاني، أنوك بالقبطي معناها أنا فلان الفلاني. اللي همنا هي الصلبان، صليب هنا ده شكل كاهن، شكل صليب، الصليب اللي هو مشهور هنا في دير المدينة بالشكل ده اللي انت شايفه، نص قبطي. أنوك كله يقول لك أنا، بيعرف نفسه صليب اللي هو أحد رموز المسيحية، الجمل طبعا دخول المسيح وأمه، أول ما تلقى الجمل هو نفس الكلام. unfinished مع بيوت الكهنة والرهبان فيما بعد، ده اسمه كونترا تمبل أخوان. كونترا تمبل يعني معبد مضاد، يعني في ظهر المعبد معبد تاني يفتح، وده معظم الكونترا تمبل لعبادات شعبية، يبقى الناس ما تدخلش لو في فترة من الفترات ما يدخلوش جوه، ما يقدرش يشوف مقاصير الآلهة الرئيسية. كونترا تمبل في ظهر المعبد، تمام، ده حصل في عصر البطلمي. في معبد بتاع في الظهر هتلقى في معبد خونسو، فده كونترا تمبل. يبقى عليه نقوش في الظهر يعني. ايوه بس ندخله من هنا. هوريك حاجة مهمة، لو انت في شرح دير المدينة، تعالى سيد دير بني كده، ده اسمه الفعفيع يا حاج طيب. ده الفعفيع بتاع المرشدين. اللون الابيض الشريط الابيض ده جبس، ده اللون الابيض، يبقى كده بيصنع منه اللون الابيض، ده يعتبر المواد الخام اللي بيصنع منها الالوان، يبقى اللون الابيض الجبس. وتلقى الكتل برضو، احنا راجعين للعربيه هوريك كتل صلبه لما بيدقها ويغربلها يديك اللون الاحمر. يبقى في هنا في المكان ده طبيعي، الوان طبيعي بالظبط، وده سبب من الاسباب اللي هو اتكسر المكان ده. تمام، المنظر ده يعتبر مميزي، منظر ولاده يشرح لك فيه ايه المنظر لعهد بطليموس التاسع. الشرح بتاعك الفنيات بتاعتك كمرشد الادوات، ما معنى اسم ايزيس؟ وايزيس هي رمز الام، وإن أتت حتحور في أدوار إيزيس، وأتت موت في أدوار إيزيس، فمين هي أشهر أم؟ إيزيس، لأنها أم حورس، وكلهن أمهات، وكل أم تضع ابنها على حجرها، والحجر هو اللاب، والحجر واسم إيزيس في المعنى العرش، وعندما يجلس الطفل على حجر أمه كأنه يجلس على العرش. ففي منظر الولادة أي منظر في إرضاع والملك والإله حط ابنها على الحجر، ده معناه إنه هو على العرش. فعندك المنظر ده بطليموس التاسع قدام الإله حتحور، وراء حتحور ماعت، وبيدول علامة العنخ. بعد كده بطليموس التاسع يظهر يقول لك أنا هنقدم العدالة، هنحكم بالعدل، وواحدة من الكليوباترات. بعد كده نخش على إنه هو كممثل كخنصو، وفوق البرد واللوتس والرئتين والقصبة الهوائية سمع. أمام الثالوث بيقول لهم أنا ابنكم، يعني بطليموس التاسع كأنه خنصه وإنه هو ابن آلهة.
في كل الرمزيه بتاعت المنظر ده شرح لك من اول ما هو قاعد على الحجر بمعناه ان هو بيمثل حورس ايا كانت هي اللي حطها على حجره حتحور ولكن هي تمثل يعني الرمزيه بتاعتها ان هي قاعد على العرش ده كده حورس نفسه لا هو الملك نفسه كده اسمه وعلى حجر حطور كأنه هو بيديك الرمزية انه قاعد على العرش طب استاذك بس حيبقى المنظر ده مين فاطمة السادسة برضه هو الانيه بتاعت اللبن شايفها بيرنكس القرطة اللي فيها اللي هي فيها ايه البزازة شليمون السايد لوك مع ميزيس ودي معت لا دي كليوباترا سوري كليوباترا ودي معت دي معت واللي بس الحته دي بس خلاص بس بس شكله هو دي معت دي حطور امون مود خنص دايما الجرافيتي الفيزيتور في هنا هانسن تايبنج التايبنج هنا واحد لاجيتو لاجاتو ده بريطاني والراجل التاني اللي تحت ده مشهور تلقاه برضه واميره هتلقاه في قصر العجوز وتلقاه فيلا في جوسة تراجع نفس الرأي الأميره. هتدخل زبونك من هنا. الصالة دي undecorated. كان في سقف. lighting system. ما فيهاش مناظر. ده دليل إن المعبد بيبني من جوه لبره فده ما فيهاش مناظر. ولكن في العصر الاخبار موجود ايه جرافيتي زي ما انت شايف في ثلاث صلبان فيعتبر ممكن هنا مكان الالتر او المصلى في هنا على العمودين دول منظرين مهمين المنظر ده قلنا على سيد اللي هو جد ميدو اين ايم حطب سابتاح إيم حطب الذي يأتي في سلام ابن بتاح اللي هو إيم حطب ابن بتاح اللي هو مهندس زوسر أسرة ثالثة في عبادة أسلاف لإيم حطب دي أجلس تقول لك فيما حطب ابن حام وحطب ابن بتاح هنا جزء من المتشال بتاع جد بدو لكن اسم إيمن حطب موجود وحد ما عليه إذا شاف العمود الأول متشال الثاني فيه علم كلمة فيه من حتب تمام اللي هو صاحبه أم الحطب ابن السيدة حابه مهندس أم الحطب الثالث يبقى هنا عبادة أسلاف لإيم حطب وأم الحطب ابن حابه الكلام اللي هنا في اللون الأسود ده فطر ده فطر اللي هو اللون الأزرق مع الكتم الرضوب بيعمل ايه توليد مع ان الشمع اللي بيعمل لا بيعمل فطريات الفطريات هي اللي عملت اللون الاصفر الثلاث مقاصين بالنسبه لنا في دور ثاني فوق مش هتطلع هناخد المقصوره اللي في النص بتاع العمود را المناظر الاساسيه خش على طول بيقدم الماعد امون خنصر الناحيه الثانيه امون موت الملك مرة بالتاج الأبيض، الأبيض مرة بالتاج الأحمر هي رمزية أهو يقدم لهذا الإله ماعد. الناحية الثانية لله حطحور وهنا بقات نزول بالتاج الأبيض للإله حطحور. كل المناظر اللي شايفها دي علاقته بالآلهة المختلفة عادية. عايز تقارن بين الآلهة والآلهات الآلهة مسكين السبتر بالشكل ده. الآلهات مسكين السبتر بالشكل الواتش وممكن الآلهات يمسكوا السبتر الذكوري فيا رمزية برضه هنا السبتر ده دايما بتاع الرجال آلهة الثاني الواتش بتاع آلهة ممكن الجسد تسيب كل حاجة ويسألك على شكل الإله ده موجود في عتقه و و و ده اللي هو أحد الآلهة المعتبر الحراس المقدمين الخردة المحيية للشمس لما هتلقى برضه الآلهة اللي ماسكين سكاكين حراس هو بعد لو شوف المقصورة الثالثة على اليمين هو
كل المناظر بالنسبة لنا لو انت تسألت عليها تعال جاي تخش قناة. لو جالك زبون فلكي بتحب الفلك يا عرب اللي بره تعال تعال عند الناس. لو جاي المناظر الأساسية بالنسبة لنا ممكن يسأل عليها زبون حامل السكاكين اللي هم حراس البوابات يقول لك ايه ده تمام اللي لها سدت اللي هي نجم الشعر اليماني اللي لها حفحور إزيس اللي هي قاعده في البقر اللي بتمثل اللي لها سدت. لو حد اديها بيفهم في الفلك وقال لك فين المنظر بتاع سدت فعرفت في المقصوره اللي على ايدك اليمين الثالثه اللي هي قاعده في هتلاقيها في معبد دندر في الحته الشرقيه دي اللي لها سدت وادي النجم بتاعها سدت سدت نجم الشعر اليماني المع النجوم صغيري هم النجوم المهم بالنسبة لنا علاقته بالآلهة المختلفة ده معروف أوزيريس اللي وراه مين يدرى نوت نوت إزيس إزيس هورس حرنج كمان حرنج تحديدا اللي هو الراس الأطفال الأبي وبعد كده نفتيس نفتيس وبعد كده أنوبس والمنظر النادر بتاعه بالدبل كراون هتلقاه برضه في معبد ديرشلوير ماشيين عادي زهور وعطور لمين حطور وراها معبد المنظر ده اللي هو بيسأل عليه الناس حتى لو هو متخصص يقول الإنسان ده مألوف أقول مألوف لكن الإلهة دي اللي هي طه محيط وارد دي البقرة بتاعت الراس بتاعت حطور هي إحدى صور حطور في متحف لوكسور اللي اتاخدت اللي هي الود الود انجلدت اللي في متحف لوكسور كانت زمان راس حطحور دي آلهة حامية إحدى صور حطحور اللي هي تامحيت اللي وراه حطحور واللي وراه البدوئين من راع وبعد كده لهماعد وبعد كده إيزيس قالت الستر الواجب اللي احنا بقول عليه الفرق بين ده الذكور من الحاجات اللي انت ممكن تقولها للذكور تمام؟ المكسورة الأخيرة نخليها في روحنا عشان فيها تفاصيل وشرح. طب لحظة بس ناخد صورتين هنا بس بس. ماشي هديك فري تايم معاك. ماشي. بعد ما خلص يا صلاح. تمام؟ حاجة مهمة بالنسبة لنا أنت ممكن تدريبة بسيطة للهيروغليفي في الآلهة وأشكالها وأسمائها أوزيريس، إيزيس، حر، نج، اللي وراه؟ نفتيس. نفتيس. سيت. بعد كده جيت بدو الامم را موت خنسو مونتو ودي شمعيت شمعيت ده بتاع فرمان بتاعتكم تمام مرات مونتو مرات راح حر اختي هو مونتو راح حر اختي راح حر مونتو راح تمام فده اللي لها معنى بص التزيينه دي البقره في تاج احمر تاج ابيض بلوتس بردي نفس الكلام بص هناك في الشباك ده اللايتنج سيستم ايه عامل اثنين حطور وواحد لوتس لو انت عملت ريكونستراكشن المكان ده مين هيقول لو حطينا هنا مكان هنا هنحط ايه هناك احنا قلنا ايه اثنين حطور ولوتس يبقى هنا برضه برضه اثنين حطور وبرضه لازم يكون الزبون على فكره خلي الزبون يفكر والله اللي دي مشاركه اي حاجه أحد المطالبة لاحظة البخور أمام وزير وراء وزير إيزيس اللي هنا ده اسمه البتر المون الفول مون أنوبس شايل البتر ليه علاقة بالبحث وهو حيوان ليلي ويعتبر الأبو هنا المنظر نادر فين إنه يلبس اللبس اليوناني في الباب مش مصري ده هنا بيبقى فيه تأثير وتأثر بعد كده أمون كاموت إف نبات الخص واوا دي المركب بتاع سكر وزير مركب جنزية علاقة بالعالم الآخر اللي يهمنا المحاكمة المحاكمة اللي أنت شايفها دي محاكمة بص على المنظر كل الأدوار محاكمة بتاعت كتاب الموتى
وكل المحاكمات ما فيش منها دير المدينة، دي اتلقت على برزيات واتلقت في دير المدينة واتلقت في بعض المقابر الأفراد في الخوخة وعبد الجورنة برضو. الجادس اللي هم القضاء بيتم سؤال المتوفى النيجاتيف كونفيشنز الاعترافات الإنكارية، أي حاجة يقول له أنا ما عملتش أنا ما عملتش. الإلهة معت، هنا في آراء بيقول لك ليه هنا اثنين معت ثلاثة وقت مش معروف، يعني هي معت بتحاسبه ومعت مقدمه، العدالة تقدمه للعدالة. تمام. الميزان نلاحظ اخواننا حاجه مهمه عشان شرح البلد غلط والمسلمين ماشيين عليه، هل من المعقول والمنطقي انك انت احق من الحق او احسن من الحق؟ تمام. يبقى معادل، يبقى لازم يكون في بالانس، القلب مع الريشه، والرمزيه هنا الريشه خفيفه جدا. طب ازاي بالطبيعي حته اللحمه دي بتوزن على ده؟ لا يا باشا ده مش لحمه، مش مضغه، مش القلب اللي هو اللي تعرفه في كشكل معنوي، دي الاعمال كحاجه معنويه رمزيه. واما من خفت موازينه واما من ثقلت موازينه، فهنا عمليه اللي هي النقاء ونظافه القلب عامل الخير، فانت بتعادل المعد قلب وزن الريشه بمعادله مش انت. تمام. بعد كده بتوصل ايه باوزير اوتوماتيك، لكن لو حصل فيه ان القلب اثقل من الريشه الملتهبه عمعم، هذا اسمه عمعم. تمام. هياكل هنا مين؟ يعتبر الملك بطليموس. فالمغزى من هذه المحاكمه الكهنه بيقولوا له يا باشا لازم تحكم بالعدل، وانت لو ما حكمتش بالعدل ستقدم للمحاكمه. يبقى عمل هنا يعتبر مش دينيه المحاكمه، مع انها منظر ديني ولكن له مغزى سياسي. فهمت ليه هو قاعد في معبد ديني؟ ده ليه مغزى سياسي. يعني عارف الشيخ الشعراوي لما راح مسك مبارك وقال له ايه؟ وان كنت خضرنا هو ده. اتعملت اللي قال الشعراوي قال لك مبارك ده؟ لو كنت خضرنا اهو، كنا خضرك اهو. بص يا باشا اتفضل احكم، لو مشيت كويس هتروح للجنه توزير، لو ظلمت. فالمنظر هنا من الاخر يا اخوانا ليه مغزى سياسي وليس منظر ديني. معلش يا سيد انا عايز الفيديو ده لوحدي عشان ده مفيد.